الحمد لله على بإيجاده بوخ البريات وربا بقدرته السماوات وجينا بنجوم المنيرات وفضل الأرض بأنواع النبات وبعث بها بأذناب المسنوات أحمده حمدا يقصف بها القربات وضرب بها النائبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا ابن آدم إن في طلب الدنيا جل النفس في طلب الآخرة هي النفس عباد الله طلب الدنيا شديد وبعض الجنة أقرب منه عباد الله أن الجنة لمن أتقى الله عباد الله ترك الدنيا شديد وبعض الجنة أقرب منه عباد الله أن الجنة لمن أتقى الله ولو كان أبدا حبسيا مجدا وأن النار لمن أسى الله ولو كان شريفا قريشيا كما قال تعالى في كتابه الأجي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ساء فليكفره إنا أعددنا للجارمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسب الوجوه بئس السراب وساء مرتفقا بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم وهدانا وإياكم لما فيه من الآيات البينات وجبر الحكيم أقول قولي هذا ما فيه وأجكم وأجي نفسي أستغفر الله الغفور الرحيم لي ولكم ولمن آمن وأسلم ولسائر المسلمين أجمعين الحمد لله بالبين الغامري ولأهل الجاهلي وسلم الغاهري والعفو الساتري أشهد أن لا إله إلا الله وله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس إن الله تعالى أمركم بأمر وبدأ به بنفسه وسنى بملائكة قدسه وأيها من جن العالمين وإنزه ولم يجد قائدا تنبيها لكم وتعجيما وتكريما وتسريبا لقد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويا محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إر لأن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء ولأن أجواج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن سائر الصحابة أجمعين.